نيجي نشيلها على بعضها. بنرحب بحضراتكم في مكتب جمعيه سلام الخيل للتنميه بالنفاس مجلس اداره حرس الشرقيه. الحمد لله احنا هنا في مكتب جمعيه سلام الخيل للتنميه بالنفاس بنطلع 1100 وجبه فطار صائم وصحاب صائم قدام مارينا من بلد التعاون المصري. في الجمعيه بيتم تجهيز هذه الوجبات. بنك الطعام المصري مشكور بيقدم لنا كل مكونات الوجبات كامله. الجمعيه بتقوم بدور التجهيز والتوزيع والتعبئه دي اللي بتتحمله الجمعيه. بنشكر بنك الطعام طبعا شكرا جزيلا جزيلا على كل الدعم اللي بيقدمه لينا ولكل الجمعيات والمشاركه معاه في منطقه حرمصان. احنا هنا بطولنا الحمد لله ان احنا كل يوم بيبدا يومنا من قبل الفطار، يعني دايما بنبدا من بعد صلاه من بعد الفطار بنبدا نجهز الوجبات اللي هتتم التجهيز ده اليوم. نبدا الطباخ بيجي لنا من الساعه 6 الصبح يبدا يجهز الوجبات بحيث ان احنا ان شاء الله على الساعه 1 نبدا توزيع الوجبات على الاسر. احنا عندنا تقريبا هنا عندنا اسره بياكل 1100 وجبه. اخترنا الاسر طبعا عليها تقريبا من قبل رمضان ان في اسر قسمناهم مجموعات، في مجموعه بتاخد 30 رمضان، في مجموعه بتاخد وجبات، كل واحد حسب احتياجات الاسره وحسب مدى استفاقه الاسره. طبعا الوجبات دي هتكون وجبات مميزه لان كل يوم الفطار يا اما فراخ او لحمه او كفته مع مكرونه مع رز مع خضار، فحاجات مميزه. فطبعا الاسره الاكثر افتقارا هي اللي بتاخد الوجبات. فالحمد لله مستمرين على الكلام ده، واحنا بقالنا 3 سنين شغالين نفس الشغل ده. واحنا جمعيه هنا مش بتخدم درجه النفاس بس، بتخدم درجه النفاس والعزل التابعه لها وبعض القرى المجاوره لينا. واحنا بنتكلم عن الاسر والنجوع اللي ما فيهمش جمعيات. احنا بنعتبر الاسر هي اسر جمعيات وهي سبب الخير وبندعمهم كانهم مهمين في نفسها اكتر كمان، لان ده هدفنا ان احنا نوصل للمستحقين اللي محدش يعرف يوصل ليهم. بغض النظر ده خير ربنا بعته لنا عن طريق بنك الطعام، فاحنا لازم اولى الناس بالرعايه نوصل ليهم وربنا يجعلنا سبب ان احنا نفرحهم ونسعدهم ان شاء الله. نشاط الجمعيه مستمر مش على قد الوجبات بس، احنا بنوزع كراتين شهريه بيجي لنا برضه من بنك الطعام والمؤسسات الثانيه وبنعمل كراتين تبعنا وبنوزع لحوم كل السنه شغالين. يعني بنوزع برضه عندنا في الشتاء بنوزع حملات ملابس وبنوزع مطاطين بالتعاون مع بنك النساء ومصر الخير. عاملين بطولات تعاون مع كبرى المؤسسات الخيريه على مستوى الجمهوريه. اخر بطولة موجودة مع جمعية هداية ووفرت لنا كراتين. كان في بطولة تعاون مع مؤسسة الحداد الغيرية ووفرت لبس الأيتام لبس الأمهات ملابس عيد للأطفال الأيتام. ده كان تم توزيعها من خلال حفلة يوم الجديد اللي احنا عملناها أول جمعة في رمضان في نادي الشرقية. واحنا